معاها بعد عودتها. ألف الحمد لله على سلامتك، والحمد لله ربنا عوض صبرها خير. يعني بعد العذاب اللي شفته كله ربنا عوض صبرها خير، وربنا يتقبل منها حجها يا رب إن شاء الله. فاكرة اللي حصل قبل كده؟ شفتي بقى أنت ربنا عوضك خير إزاي وحجها؟ الحمد لله. صح؟ الحمد لله. طيب بفن الأستاذ وائل. طيب بتقولي ايه بقى الفعالي خير؟ ربنا يحفظه، ربنا يحفظه وينجيه، استاذ اشرف فيها ينصر على من يعاديه. فعلا الدنيا لسه بخير، فيها زي الاستاذ وائل وفيها زي الاستاذ اشرف وفيها ناس كتير حنينين. بتقول لها ايه بعد دلوقتي؟ بقول لها الحمد لله بالسلامه ونورت البلد وربنا مع اهي اقل كان دايما بس انا برضو اخيرا اولا واخيرا موظفه كانت في غيرك. لا يا عم استحال ما فيش حاجه والله قد كده. شكرا شكرا شكرا. الحمد لله بالسلامه. الله يسلم. الحمد لله الحمد لله. اقول الحاجه سعديه الف الف مبروك اللي انت جايب السلام، واحنا كلنا كل الدنيا مبسوطه لها النهارده عشان حجه حره المره دي بقى الحمد لله. اما المره اللي فاتت بقى يلا الله يسامحهم بقى. والف الف مبروك يا سعديه، الف مبروك يا مصر. واحنا بنشكر الاستاذ وائل، الف شكر لك يا استاذ وائل اللي هو واقف جنبنا. انا اسعد واحده في الدنيا النهارده ان ماما الحمد لله ربنا نول دعاها، والحمد لله حجت وان شاء الله ربنا يتقبل منها يا رب. عمل الخير من الفضائل التي ييسر الله فعلها لمن يختار من عباده، ويقول الله تعالى في الايات الكريمه وما تفعلوا من خير يعلمه الله. صدق الله العظيم. قضية الحاجة سعدية من القضايا اللي اهتمينا بيها جدا، وليه اهتمينا بيها؟ لأنها هي قضية العدالة التي يمكن أن تضيع بسبب شياطين. قضية كمان كيف يمكن أن تنجد مظلوما، تنقذه ازاي؟ كمان كيف يمكن أن تعوضه وتعوض المجتمع؟ المشهد اللي احنا شفناه ده يعني سافرت إلى السعودية وعادت وأدت فريضة الحج اللي كان نفسها تعمل عمرة، يعني كان نفسها بس إنها تعمل عمرة قبل ما يعني تموت. يعني ربنا يديها الصحة والعافية، لأن لما نقعد نتخيل المشهد لك أن تتخيل لما يتم إلقاء القبض عليها في مطار من مطارات السعودية، يعني كيف يمكن أن تستعيد الحق المسلوب؟ كيف يمكن أن تقنع الناس بعدالة قضيتك؟ كان صعبا. نعم القضية كانت صعبة جدا، وكان يمكن أنها لا تسير بهذا الشكل، لكن مشيئة الله سبحانه وتعالى أولا، ووقوف الجميع إلى جانب الحق دايما. أتمنى أن الناس دايما تشتغل زي هذه القضية كانت نموذجا، يعني انها تساند الحق الى نهايته، ما تيأسش وتقول لا احنا هنساند الحاجة سعدية الى ان تعود الى مصر سالمة آمنة، لانه كمان كانت القضية يمكن ان تأخذ وقتا طويلا وتدخل في نفق مظلم ومجهول، ما انتش عارف هو رايح على فين، لكن كان الجميع على يقين ببرائتها. يعني هذا المشهد ازال الصورة الشيطانية والقبيحة الأولى اللي تبعناها واللي أدت في النهاية إلى هذه المأساة، لكن تحولت إلى صورة مبهجة بهذا الشكل الذي شاهدناه منذ قليل. وقائع العين